قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في مقابلة مع وكالة الأناضول إن الاحتلال الإسرائيلي لا يواصل الإجرام في غزة فقط، بل في الضفة أيضا وفي كل بقعة فلسطينية. الاحتلال الصهيوني يواصل إجرام ليس في غزة فقط، بل في الضفة وفي كل بقعة فلسطينية، ويستثمر الغطاء الأمريكي والأوروبي ويستمر في الجرائم. ليس هناك 7 من أكتوبر في الضفة المحتلة، ورغم ذلك هناك طيران إسرائيلي يقصف في كل يوم في عمق المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة. ويوم أمس كان هناك تصريح صهيوني صريح بأنه يجب فرض سياسة النزوح بين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وهذا يؤكد أننا أمام مخطط إسرائيلي يستهدف القضية والشعب الفلسطيني. وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال أبو زهري إن الإدارة الأمريكية تتبنى موقف إسرائيل المعطل لمفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى عدم جدية واشنطن بإجبار تل أبيب على وقف حربها على قطاع غزة. ليس هناك أي جدية أمريكية للضغط لإلزام الاحتلال بإبرام اتفاق. الاحتلال في كل مرة يفرض شروط جديدة، والإدارة الأمريكية تتبنى الموقف الإسرائيلي، وهذا ما يعطل حتى اللحظة للتوصل إلى أي اتفاق. الحركة قبلت بالمقترح الوسطاء في 2 يوليو الماضي، ورغم ذلك الاحتلال عاد بعد ذلك لفرض شروط جديدة، رغم أنه العرض الوسطاء في 2 يوليو هو يستند إلى مبادئ خطاب بايدن وإلى قرار مجلس الأمن الدولي. نحن في حركة حماس أكدنا أننا متمسكون بما عرض في 2 يوليو، وأننا ننتظر تقديم مخطط تنفيذي لتنفيذ هذا الاتفاق.